الله يا كرة القدم، يا الله يا كرة القدم. يأتي بعد ذلك أحدهم ويتساءل لماذا تعشقون كرة القدم. عشرة أهداف في ثلاثة ماتشات، الماكينة رجعت تضرب، الماكينة رجعت تدور، الماكينة رجعت تضرب يا جماعة. البرصة يستعرض الله على المتعة. لي عندكم دين من قديم، عندي لكم ذكريات وسنين، عندي لكم آلاف التعليقات وركورة الأهداف، أيام الكامباك والريمونتادا، أيام ميلان وأرسنال، أيام الستة، وهناك في النيوكام، هناك ثلاثية في مرمى وضارب وتينج. أيام يا برشلونة، من فترة لم أراكم بهذا التوهج، من فترة لم أراكم بهذه المتعة، لم أراكم من زمان بهذا الإمتاع. أيها الكتالوني، رجع برشلونة من جديد، رجع البرصة يمتع، رجع البرصة يسحر. هل هي مبالغة في تعليقي أم ماذا؟ توحشنا أيام زمان، توحشنا أيام الدلال، توحشنا كرة زمان وكرة جمال وكرة أيام يا البرشلونة. نعم، تركتهم في حال مع كومان، عدت لهم مع تشافي في هذا المساء، هذا الدومينغو بلغة أخرى موسيقى، موسيقى موسيقى، والله لا أبالغ، موسيقى وكرة ممتعة. المارسة بالتيكي تاكا على طريقة تشافي، طبقها كلاعب والآن ينفذها ككوتش ومايسترو. أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي، وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي، عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آت. أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي، وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي، عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي. عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي، سأعود أقدم عاشق متمرد، سأعود أعظم الثورات.